بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية، أهنئكم أيها الأحباء إخوتي وأبنائي بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد. أهنئ جميع الكنائس القبطية ممثلة في الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والرؤساء ورئيسات الأديرة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص والآباء الرهبان والأمهات الراهبات والشمامسة والأراخنة والشباب وكل الأطفال وكل الشعب في كنائسنا وإبارشيتنا القبطية الأرثوذكسية. وأود أن أرسل التهنئة من أرض مصر، أرسلها إلى الكنائس المصرية القبطية والإبارشيات المتواجدة في ربوع المسكونة شرقا وغربا. نرسل التهنئة والمحبة إلى كل الآباء والإبارشيات في قارة أفريقيا، في جنوب أفريقيا وفي كينيا وفي ناميبيا وفي السودان وعدة دول أفريقية تتواجد فيها الكنائس القبطية. نرسل أيضا التحية والسلام إلى كنائسنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي المكسيك وفي البرازيل وفي بوليفيا في أمريكا اللاتينية. نرسل أيضا المحبة والتهنئة إلى مطراننا القبطي في مدينة أورشليم القدس في الكرسي الأورشليمي. ونرسل التحية والتهنئة إلى كل الآباء الأساقفة والمطارنة في قارة أوروبا في معظم الدول الأوروبية. نرسل أيضا المحبة والتهنئة في هذا العيد إلى كنائسنا في منطقة الخليج العربي والدول العربية الآسيوية وأيضا إلى بعض الدول الآسيوية مثل الفلبين وأندونيسيا وأيضا الآباء الأساقفة والكهنة في قارة أستراليا. نحيي الجميع ونقدم التهنئة لهم في هذه المناسبة، مناسبة عيد الميلاد. وأولا أن أقدم شكرا خالصا ومن القلب إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة، والذي يؤكد بحضوره المبهج حرصه الدائم على تقديم التهنئة بالعيد وبالعام الجديد وطمأنة جموع المصريين في أي أزمات تأتي على الوطن، ولكن عندما يكون القائد مطمئنا فأننا نطمئن فيه. أيضا نشكره على برقيات التهنئة التي أرسلها إلى كل الجاليات المصرية القبطية في الخارج والكنائس القبطية، وأيضا على التعبير الجميل والتهاني والبرقيات التي قدمتها السيدة حرمه ونشرتها أيضا. وإذ نشكر سيادته على مشاعره الطيبة، نتقدم أيضا بالتهنئة لنجاح مصر الرائع في استضافة وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27، والذي نتج عنه لأول مرة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بموافقة عدد كبير من الدول. ونأمل أن يكون النظام العالمي له القدرة والإدارة والإرادة في التعامل مع مشكلات المناخ. ينوب عن السيد الرئيس
في حضور القداس السيد اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتلقينا اتصالاً هاتفياً رقيقاً من معالي المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وقد أعرب سيادته على تهنئته بالعيد متمنياً التقدم والسلام لوطننا، كما استقبلنا بالمقر البابوي في الأيام الماضية التهاني من عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي قدم التهنئة بالعيد، وأيضا معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووفد من المجلس ضم المستشار أحمد سعاد الدين وكيل أول مجلس النواب، والأستاذ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب. استقبلنا أيضا معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ووفد من المجلس ضم السيدة النائبة فيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، والتي تحضر معنا الصلاة نيابة عن سيادته. وحضر أيضا سيادة المستشار محمود عثمان أمين عام مجلس الشيوخ. يحضر معنا القداس الإلهي معالي المستشار الجليل بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما تلقينا التهنئة في المقر البابوي من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر. وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية، ضم فضيلة الدكتور محمد الدويني وفضيلة الدكتور علي جمعة والأستاذ الدكتور سلامة داود ولفيف من علماء وأساتذة مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. استقبلنا أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ووفدا من دار الإفتاء. ومن السادة الوزراء اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والسيد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسيد الفريق محمد، والسيدة السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حضر أيضا إلى المقر البابوي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات من الوزارة. حضر أيضا السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبرفقته السيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. كما تلقينا برقيات تهنئة رقيقة من السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية، والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والسيد المهندس محمد عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد اللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي. تلقينا أيضا اتصالا هاتفيا من سيادة الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع. كما هنأنا بالعيد السيدة السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، والسيد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية. هنأنا أيضا وحضر إلى المقر البابوي
سيادة الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الذي حضر للتهنئة على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة. ضم السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية. ويحضر معنا بالإنابة عن السيد وزير الدفاع السيد اللواء أركان حرب عبد الناصر يوسف محمد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والسيد اللواء أركان حرب خالد فتحي قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، والسيد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية، والسيد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة العسكرية المركزية، والسيد اللواء أركان حرب أحمد رشاد أحمد مدير إدارة الشرطة العسكرية. يشاركنا أيضا بالتهنئة السيد الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الذي أرسل لنا برقية تهنئة رقيقة بالعيد، وأناب عن سيادته من جهاز الأمن القومي لحضور الصلاة السيد اللواء أحمد فاروق والسيد العقيد محمد رضوان. حضر أيضا إلى المقر البابوي معالي المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام على رأس وفد رفيع المستوى من السادة القضاة الأجلاء أعضاء محكمة النقد والنيابة العامة. كما حضر إلى المقر البابوي السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الشرطة. ضم عددا من قيادات الشرطة وينيب عن سيادته لحضور الصلاة السيد اللواء أشرف محمود مساعد أول الوزير لقطاع المشروعات والتنمية، السيد اللواء نبيل عبد العظيم مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط، السيد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، السيد اللواء دكتور عمر السويفي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، السيد اللواء حاتم عبد الحميد تركي مساعد مدير أمن القاهرة، ومن قطاع الأمن الوطني السيد اللواء عادل جعفر مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، والسيد اللواء محمد الباز مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالقاهرة. يحضر معنا من قطاع الأمن الوطني السيد اللواء محمد رشاد وكيل الإدارة العامة للأمن الوطني بالقاهرة، والسيد العميد محمد الألفي والرائد أنس منصور والرائد سعيد رزق. هنأنا أيضا بالعيد السيد اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ومن قطاع الحراسات والتأمين السيد اللواء هشام طاهر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، السيد اللواء عبد المنعم محمد مدير الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة. نشكرهم جميعا على تهنئتهم لنا بالعيد ومجهوداتهم في تأمين الصلاة بجميع الكنائس على مستوى الجمهورية. يشاركنا أفراح العيد والتهنئة من السادة المحافظين السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السيدة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. كما حضر إلى المقر البابوي السيد الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسادة القضاة الأجلاء رؤساء ونواب وأعضاء الهيئات القضائية، والسادة القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها والهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة رؤساء وكلاء النيابات العامة الذين هنؤونا بالعيد سواء بالحضور أو بالبرقيات. نخص السيد القاضي محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، السيد المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة،
السيد المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقد القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السيد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، السيد المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقد رئيس نادي القضاء، وينوب عن سيادته المستشار الدكتور أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف. كما أرسل السيد المستشار خالد زين الدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة العام برقية التهنئة. يشاركنا عدد كبير من السادة رؤساء اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، كما حضر إلى المقر البابوي للتهنئة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كما حضر وفد أيضا من هيئة الرقابة الإدارية. يشاركنا أيضا السيدة السفيرة مشيرة محمود خطاب رئيسة المجلس القومي للحقوق الإنسان، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، السيد الدكتور مهندس نادر رياض عضو المجلس الملي العام، السيد المستشار نبيل صليب الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا للانتخابات. كما حضر معنا ويهنينا أصحاب السعادة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى مصر، وتلقينا برقيات تهنئة من عدد كبير نشكرهم جميعا. حضر معنا المطران نيكولاوس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر، حيث قدم تهنئة قداسة البابا فرانسيس بعيد الميلاد. حضر أيضا ويشاركنا السيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي. حضر وتلقينا برقيات تهنئة من السادة محافظو الجيزة وشمال سيناء والأسكندرية ومطروح والإسماعيلية والمنوفية وبني سويف والمنيا والقائمة بأعمال محافظة البحيرة. أيضا تلقينا برقيات تهنئة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من السادة نواب ومعاوني السادة الوزراء. يشاركنا عددا من السادة نقباء وأعضاء النقابات العامة والفرعية. كما حضر إلى المقر البابوي ويشاركنا في التهنئة نيافة المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر على رأس وفد من كهنة الكنيسة الأسقفية. يشاركنا أيضا نيافة المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر والسودان وإثيوبيا، ونيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر والسودان، وجناب الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر. يشاركنا فرحة العيد عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات العمل الأهلي في مبادرة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أيضا نشكر السادة الذين هنؤونا من هيئات التدريس بالجامعات المصرية، الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عبد العزيز حسنين قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان. يشاركنا أيضا السادة رؤساء الأحزاب ونوابهم ورؤساء الهيئات البرلمانية وكافة الائتلافات السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الأراخنة والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعددا من السادة أعضاء البرلمان أعضاء المجالس النيابية والبرلمانيين السابقين. تلقينا أيضا تهنئة من السادة نواب الوزراء
والمحافظين ورؤساء المدن والقرى، نشكرهم جميعاً ولا ننسى مجهودات ومتابعة السيد اللواء خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ونقدر ونثمن تعب القائمين على أعمال النظافة والتجميل، كما نشكر القائمين على شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروع الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة، لتهنئتهم وتقديم وجبات ضيافة لجميع المصلين بالكاتدرائية في هذه الليلة. نشكر أيضاً المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام وعلى رأسه السيد الأستاذ كرم جب رئيس المجلس، السيد المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأستاذ حسن زين حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، السيدة الأستاذة نقلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، السيد الأستاذ أيمن الحبال رئيس قطاع الأخبار لنقلهم وتغطيتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة. نتقدم بالشكر لجميع القنوات الفضائية والمصرية والعربية والعالمية والقبطية والإذاعة المصرية ووكالات الأنباء والصحف والمجلات المسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التي تقوم بتغطية ونقل احتفالات هذا العيد. نشكركم جميعاً ونطلب من الله أن يعطيكم دائماً فرح ومحبة وخيرات العام الجديد. ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، نحتفل بهذا العيد ليس بكونه عيداً تاريخياً أو رمزياً، ولكنه عيداً كونياً. فمجيء السيد المسيح هو جاء من أجل الكون كله، والشيء المهم الذي يجب أن نعلمه أننا كبشر لا أحد فينا يختار مكان ميلاده أو وقت ميلاده أو يختار ظروف ميلاده بصفة عامة، ولكن السيد المسيح بحسب تدبير الأزمنة وفي ملء الخلاص رتب كل الظروف التي كانت ووجدت في وقت ميلاده. فهو لم يختار بلاد السلطة مثل روما، ولا اختار بلاد الفلسفة مثل أثينا، ولكنه اختار قرية صغيرة تتبع أورشليم، وفي هذه القرية الصغيرة اختار أن يولد في مزود حقير، وكان الوقت وقتها وقت اكتتاب، وكلمة اكتتاب تعني إحصاء، فكانت المدن والقرى مزدحمة لأنهم عندما كانوا يقيمون الإحصاء كان كل واحد لازم يرجع بلده، البلد اللي اتولد فيها، فكان في زحمة. ولكن في ميلاد السيد المسيح بحسب الإحصاءات أو الإحصاء اللي تم أو التعداد بصورة أوضح، حمل رقم مواطن أرضي لأنه اتولد في بيت لحم في مكان في هذا المزود. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أنه مولود مريم العذراء سيحمل اسمين، الاسم الأول هو يسوع، وكلمة يسوع تعني مخلص، والاسم الثاني هو عمانوئيل، وهذا يعني الله معنا. فالاسمين دول يسوع يعني مخلص جاء لأجل خلاص الإنسان من الخطية، والاسم الثاني عمانوئيل معناه الله معنا، صار ساكنا في حياتنا في وسطنا في قلوبنا. وهذا يعطينا شكل من أشكال الطمأنينة وشكل من أشكال السعادة. وكان حدث الميلاد
أهم ما يميزه أن في الميلاد جاءنا المسيح يسوع المخلص الذي صار معنا. ولكن يجب أن ننتبه إلى شيء هام، يجب أن ننتبه إلى شيء هام أن الميلاد يرسل لنا رسالة أنك يجب أن تكون إنساناً ولوداً أو مثمراً. يعني ما ينفعش حياة الإنسان تبقى من غير ثمر، حياة الإنسان يجب أن يكون فيها ثمر. انظروا معي أيها الأحباء، هذه القرية الصغيرة في بيت لحم قدمت مزوداً، ده كان الثمر اللي عندها، قدمت مكان. والبشرية اختارت القديسة مريم العذراء الصبية الصغيرة، ولكنها كانت فتاة ممتلئة بالنعمة، فكأن البشر قدموا نيابة عنهم مريم العذراء، ولذلك نسميها في صلواتنا أنها فخر جنسنا، ولها الاحترام والتقدير في كل الأديان. والرعاة الذين خبروا ميلاد المسيح أولا جاءوا فرحا ونشروا خبر ميلاد المسيح، قدموا فرحا. والمجوس عندما جاءوا لزيارة السيد المسيح قدموا هداياهم الذهب واللبان والمر. حتى الملائكة السماء عندما ولد المسيح قدمت تسبيحا ونشيدا معروفا لنا جميعا، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. والسؤال الآن ونحن نحتفل بعيد الميلاد، هل حياتك ولودة؟ هل حياتك مثمرة؟ هل أيام عمرك فيها ثمر؟ ممكن واحد يسألني ويقول لي يعني إيه ثمر؟ ثمر في حياة الإنسان. أريد أن أضع أمامكم أيها الأحباء خمسة أنواع من الثمر. الثمر الأول، أو أنك تكون ولودا بالحقيقة، أن تقدم أبناء بالجسد من خلال الزواج. والزواج الشرعي والقانوني والمقدس، وعندما يرزقك الله بأبناء وبنات يكونوا أمانة من الله عندك لكيما تربيهم ويصيروا نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم. ده ثمر. واحد أب وأم واخدين بالهم من ولادهم كويس، في أب وأم نسوا ولادهم، عليهم يجيبوا لهم احتياجاتهم المادية لكن نسوا تربيتهم وزرع المبادئ الأخلاقية فيهم. ففي أب وأم يفتخر بابنه وبنته اللي رباهم تربية متوازنة وتربية حقيقية. يكبر الابن وتكبر البنت يحملوا كل العرفان بالجميل للأب والأم، ويكونوا في المجتمع، في أي مجتمع سواء في مصر أو خارج مصر، نافعين. وأحد الأمثال المصرية اللي كلنا نعرفها مثل يقول على الأصل دور، لما لقي إنسان حلو يبقى ضروري الأب والأم كانوا حلوين وربوهم في مخافة الله. ده النوع الأول من الثمر. النوع الثاني من الثمر الذي يستطيع أن يقدم أبناء ليس بالجسد ولكن من خلال التلمذة ومن خلال التسليم الإنساني، زي بالضبط كده لما يكون في واحد معلم في ورشة وبيعلم الصبي اللي عنده
وبيسلموا الخبرة والمهارة والمعرفة عشان يطلع صنايعي صح. ده على المستوى المادي أو المستوى الإنساني اللي هو عملية التسليم من جيل إلى جيل. أنت عندما تكون أميناً وتنقل ما تعلمته ومعرفته والخبرة اللي خبرتها تنقلها إلى جيل جديد، أنت بتولد ثمر جديد. وعلى المستوى الكنسي توجد التلمذة الروحية، تلميذ يتتلمذ على أب روحي ويشرب منه الحياة الروحية فيصير إنساناً ممتلئاً بالروح ويسلم أيضاً من جيل إلى جيل. هذه الصورة الجميلة، صورة أنك تقدم أبناء على المستوى الإنساني، تربيهم، تعلمهم، تخبرهم، تتلمذهم بأمانة وباجتهاد وبإخلاص. النوع الثالث من الناس اللي ممكن يقدم ويولد اختراعات واكتشافات وإبداعات جديدة تسري الحياة. يعني واحد يقدم من أجل البشرية اختراعات تفيد البشر كله. نتذكر في التاريخ ألكسندر فليمنج الذي اخترع البنسلين. ملايين من البشر يشكروه. معذرة أن أنا أتكلم وأنا جالس. فالنوع الثالث هو الذي يقدم من هذه الاختراعات التي تفيد البشر في مجالات الصناعة ومجالات الزراعة، مثلما الذين قدموا أمصال ولقاحات لفيروس كورونا في الأعوام القليلة الماضية. النوع الرابع من البشر هؤلاء الذين يقدمون ويولدون ويثمرون مواهب متنوعة في حياتهم في مجالات الرياضة والفن والأدب والرواية. نتذكر الأستاذ الدكتور طه حسين الذي كان أديبا رائعا، نتذكر الأستاذ نجيب محفوظ صاحب نوبل في أدب الرواية، ونتذكر كفاءات وقيادات عالية عاشت وقدمت هذه المواهب التي حباها الله. وفي كل المجالات نستطيع أن نرى أناس بهذه الصورة، نستطيع أن نرى مواهب تسري حياة العالم، ممكن في مصر وممكن خارج مصر، ونسمع عن هذه المواهب. إنسان بيولد موهبة، والموهبة دي مش لنفسه، لخدمة البشر. النوع الخامس من البشر الذين يقدمون خدمات، الذين يخدمون في مجالات كثيرة. فمثلا الذين يخدمون ذوي الهمم
والذين يخدمون الأرامل والأيتام، والذين يخدمون ذوي الإعاقات المتعددة سواء الجسدية أو الذهنية، وهؤلاء الذين يخدمون في مجالات الخدمة الاجتماعية، وأيضا حتى في مجالات الخدمة الطبية. نذكر البروفيسور مجدي يعقوب الذي اهتم بأن يقدم خدمة علاج أمراض القلب مجانا لكل أحد الصغار والكبار، وكون مجموعة من الخدمات سماها سلاسل الأمل. وسلاسل الأمل دي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدم في مصر وخارج مصر، وإنسان وهب نفسه لخدمة البشرية. أنت أيها الحبيب تستطيع أن تكون ولودا ومثمرا، ولا تكون حياتك عاقرة وبلا ثمر. واحد يعيش حياته ومن أولها لأخرها ما فاتش وجوده بأي فائدة. ممكن أن تلد أبناء بالجسد، ممكن أن تلد أبناء بالروح، ممكن أن تبتكر وتكتشف وتبدع، ممكن أن تنتج مواهب عديدة في حياتك تخدم بها البشر وتجعلهم أكثر سعادة. ممكن كمان أنك تولد خدمات، وهذه الخدمات تستطيع أن تكونها وتخدم بها أناس كثيرين في حاجة لهذه الخدمات. المهم أن رسالة الميلاد أن تكون إنساناً ولوداً ومثمراً، تعطي ثمر وتكون حياتك مثمرة على الدوام. وحياتك المثمرة ده هي تمثل معنى وجودك. فالله أوجدنا أيها الأحباء لكي ما يكون لحياتنا ثمر، ثمر بالحقيقة نستطيع أن نعيشه على الدوام. نحن نرفع كل التهنئة بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد إلى جموع الشعب المصري وإلى كل الكنائس، وفي المقدمة نرفع التهنئة للسيد الرئيس الذي حافظ على هذا التقليد الجميل والحضور المبهج الذي يفرح كل المصريين ليس في مصر فقط ولكن في كل العالم. نصلي من أجل أن يعطيها الله الصحة ويعطيه التوفيق والقيادة الحكيمة، ونصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا العزيزة لكي ما يحرسهم الله ويبارك في حياتهم وأعمالهم. ونصلي من أجل سلام العالم ومن أجل كل الضعفات والنزاعات والحروب الموجودة لكي ما يعطي الله سلاما وهدوءا لكل العالم. وكل عام وأنتم بخير، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.